سابقا تكلمت على الاستقلال اللبناني وظروفه التاريخية. الآن أكمل عن نوع من إكمال لكي تتضح الصورة عن معاني الاستقلال، عن ما تلا الاستقلال من مواثيق وطنية، ما سمي بالميثاق الوطني 1943، وهو ميثاق عرفي حقق وحدة اللبنانيين، وأتكلم عن مشاكل الاستقلال ومشاكل التركيبة اللبنانية، من ناحية أنها طائفية، وأنها تعاني من مشكلة انتماء، بما أن لبنان مؤلف من طوائف وشعوب. أولا، من حيث معاني الاستقلال، الاستقلال في لبنان كما هو في كل الدول التي حازت على الاستقلال، من سيطر على الحكم؟ سيطر على الحكم أقلية بوجوازية كانت تريد الاستقلال عن الرأسمالية الغربية الاستعمارية لكي تتحكم هي بالثروات البلاد وتتملكها. وحتى حركات الاستقلال في أمريكا اللاتينية هي نوعا ما غير شيوعية بالتحديد، بل هي تسمى وطنية، ولكن تبقى أفضل من باقي الدول لأنها وطنية حقيقية وليست قومية أقلية كما الوضع في لبنان. نقطة أخرى من المعاني، وسوف نرى في الأمثلة اللاحقة بعد استقلال لبنان في عهود كميل شمعون وبشار الخوري، كيف أن هناك إثبات على أن من استلم الحكم في لبنان هي أقلية بوجوازية. النقطة الثانية في المعاني، لبنان هو كما يقول العلماء الجيو استراتيجية أو جيو سياسية، هو حد فاصل بين صراعات الدول، كان حد فاصل حتى الاستقلال، حد فاصل بين طموحات ومطامع فرنسا وبريطانيا، يحاكي نوعا ما ما يسمى بالدولة الوسادة التي تفصل بين دول متصارعة، مثلا دولة الكويت بين العراق ودول أخرى، الأردن بين العراق ودول أخرى أيضا وعدة دول. إذن هي دولة حمائية بين تحمي الصراعات. لبنان كان دائما محط تجاذب بين الصراعات والأطماع الفرنسية والبريطانية التي أفرزت استقلال 43. وما سهل كما قلنا استقلال لبنان هو أن الاحتلال النازي عندما استولى على أوروبا لم يستولى على حكومة فيشي في فرنسا، فعندما تعرضت كل الدول
العربية للتحرر من الاستقلال لم تحرك حكومة فيشي ساكنة، لأنها ليست هي دول مستعمرة تابعة لها، وهي ليست تحت الاحتلال النازي لكي تهب للدفاع عن المستعمرات، إن كان في ليبيا، في المغرب، في الجزائر، وحتى في لبنان وسوريا. نقطة أخرى أيضا، قبل الاستقلال كان هناك لبنان الكبير. لبنان الكبير يقول البعض إنه ثمرة مطالبات البطريرك لحويك، وهذا نوعا ما صحيح ونوعا ما خاطئ، لأن البطريرك لحويك عرض عليه، بما أنه فرنسا تريد أن تعطي نزولا عند الطلب المسيحيين حكم مسيحي في جبل لبنان، يقول البطريرك لحويك أنه طالب بالساحل لكي يعيش مع إخوته في الطوائف الأخرى، يعني في البقاع، في طرابلس، في بعلبك، في بيروت، وهي طوائف سنية وشيعية. قال أنا لا أريد فقط جبل لبنان، أريد كل هذه المناطق لكي يكون لبنان دولة واحدة لكل الطوائف ونتعايش كأخوة. طبعا هذه نظرية مثالية وجيدة، ولكن أولا هذا كان مطلب فرنسا للاستيلاء على السواحل. ثانيا، عرض على البطريرك لحويك أنك طالما أنت مسيحي وتريد جبل لبنان مسيحي، فليكن لك أن تضم بعض مناطق سورية المسيحية لهذا الجبل وتكون دولة مسيحية بكاملها. فرفض، ليس حبا بالتعايش مع الطوائف الأخرى، بل لأن في سوريا مذاهب أرثوذكسية، خاف أن تذوب الطائفة المارونية التي ينتمي إليها البطريرك لحويك والتي ستحكم لبنان وجبل لبنان، أن تذوب في مذاهب أخرى من نفس الطائفة، من الطائفة المسيحية. نأتي إلى الميثاق الوطني الذي وقع بعد صراع سياسي قاده بشار الخوري ورياض الصلح وعبد الحميد كرامي للحصول على الاستقلال، وعادل عصيران والمير مجيد أرسلان من كل الطوائف. هذا الميثاق حصل بعد الاستقلال، والنقطة الغريبة أن كل الدول العربية التي استقلت أخذت استقلالها وفقط انتهى، أنجز المشروع وانتهى الاتفاقيات عند هذا الحد. أما في لبنان فقد توجب بعد الاستقلال أن يقام ميثاق وطني على خلفية الاستقلال، يكون كعرف، هو بمثابة عرف ينظم السلطات وتوزيعها طائفيا ومذهبيا بين المذاهب التي ناضلت من أجل الحصول على استقلال لبنان. الميثاق هو إذن عقد شراكة بين الطوائف، وعقد شراكة عرفية. ما هو العرف؟ هو اتفاق غير مكتوب ناتج عن الممارسات الدستورية وله قوة إلزامية.
وللعرف عدة شروط. أولا أن يكون ثابت، أن لا يتغير كل سنة، أن يكون حائز على موافقة الجميع، أن يكون ثابت وشامل وموافق عليه إذن من الجميع، وأن يتسم بصفة التكرار، يعني التكرار شبيه بالثبات، أي أنه ثابت لا يتغير. هو تعبير عن التقاء الطوائف إذن، وهو نتاج وطني صرف. الميثاق الوطني ليس كما اتفاق الطائف مثلا، وضع دستور لبنان خارج لبنان في المدينة السعودية بعد الحرب العالمية، بعد الحرب اللبنانية، الحرب الأهلية اللبنانية. هو إذن نتاج لبناني صرف، والهدف إيجاد صيغة لتلاقي اللبنانيين يرتكز على الثنائية الطائفية، كان ارتكز على الثنائية الطائفية مسيحية ومسلمة بأكثريتها سنية، والمسلمة تضم يعني كل الطوائف وخاصة الطائفة السنية. لماذا عمل هذا الاتفاق، هذا الميثاق؟ لكي يهرب من الانقسام اللبناني. فكان هناك انقسام قبل الاستقلال بين مشروع ماروني لإنشاء لبنان الكبير ومشروع سني برفض المشروع ويؤيد الدول العربية. إذن لا للشرق ولا للغرب. والبعض يقول قالوا لا للشرق وللغرب ولكن لم يجدوا هوية لبنانية، ولكن هذا غير دقيق، لأنه هوية لبنانية كان لبنان يقال إنه جسر بين الشرق والغرب وملتقى الثقافات والحضارات، وهذه أيضا هوية. في مبادئ الميثاق الوطني تقرر أن يتخلى المسيحيون عن مطلب الحماية الأجنبية، ويتخلى اللبنانيون على طلب الوحدة مع سوريا أو الوحدة العربية من ناحية المسلمين، ويرضى المسيحيون اللبنانيون بالعيش المشترك، ويقبلون لبنان وطن مستقل موحد لهم جميعا، متساوون ومتمتعون بالحرية. ورد في الدستور لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. كما يعمل اللبنانيون للتخلص من الانتداب، يعني في عهد بشار الخوري استكملت تدابير التخلص من الانتداب. كما تعترف الدول العربية بكيان لبنان، ولبنان ذو وجه عربي وجزء لا يتجزأ من الدول العربية ولكن له طابع خاص. وقالوا بلبنان ذو وجه عربي تمشيا مع كمال جنبلاط الذي طالب بالاستقلال تحت الحماية الفرنسية. كان هذا أيضا مطلب إميل إدي. والبعض يقول إنه لم يتفقوا فيما بينهم على توزيع المناصب طائفيا، يعني رئاسة جمهورية للموارنة، رئاسة الحكومة للسنة، لا أحد يعرف، ولكن العرف هو هكذا ويطبق حتى الآن. بعد هذا الميثاق كل الأحزاب قبلت به، الحزب القومي السوري برئاسة أنطون سعيدي، الحزب الشيوعي
والفعاليات الإسلامية. الحزب الشيوعي يقول، يرى الحزب الشيوعي أن لبنان للبنان خصائص تميزه عن غيره من الدول العربية، لذا فهو ينفي كل تفكير بوحدة لبنان أو اتحاد مع دول أخرى عربية. يقينا أن يبقى لبنان مستقلا ذات سيادة كاملة، ولكن على تعاون مع الدول العربية المتحررة. وأنطون سعيد قال: عند الوقت الذي تم فيه الاعتراف بالكيان اللبناني، أصبح هذا الكيان كيان جميع اللبنانيين ونحن منهم. أعود إلى المشاكل التي كانت تصيب التركيبة اللبنانية. الطائفية أولاً، الطائفية لا لزوم لتوضيحها، ولكن يجب أن نرى نتائجها أي سلبياتها. الطائفية ماذا تنتج؟ تنتج ازدواجية الولاء. كل طائفة لها حماية، الطائفة الشيعية إيران، الطائفة المسيحية الفاتيكان، الطائفة السنية مكة، الدروز الإنجليز. إذن ازدواجية الولاء وازدواجية الانتماء. أيضا التعصب والانغلاق على الذات، وخطورة التعصب والانغلاق على الذات أنه يتحول إلى عنف، لأنه لا يعترف بالآخر ويعطي صورة عن الآخر أنه يريد أن يأكلنا ويستولي علينا. الطائفية تنتج أيضا عدم اندماج اجتماعي، وتنتج أيضا التعصب الأعمى، حيث المسيحي لا يتزوج مسلمة والعكس صحيح، وينتج أيضا انقسام في المجتمع والأهواء والانتماءات. والطائفية تتعارض مع المصلحة العامة، وخاصة الطائفية مشرشة متجذرة في الأحزاب. ليس عندنا أحزاب علمانية، بل عندنا أحزاب طائفية، والبرلمان كله مكون من أحزاب طائفية، أي أن البرلمان لن نستطيع أن نتكلم عن البرلمان اللبناني كظاهرة ديمقراطية، لأن الديمقراطية لا تعترف بالطائفية، بينما البرلمانين عندنا موزعون طائفيا، وكل طائفة تخدم طائفتها. النقطة الأخرى التي يعاني منها لبنان، تأثير التدخل الخارجي ينتج أزمة هوية. بعض الفلسطينيين يقولون إن الحرب الأهلية ليس سببه الوجود الفلسطيني في لبنان، بل أزمة الهوية في لبنان. التأثير التدخل الخارجي أيضا ينتج تبعية للخارج، وسوف نراها أيضا في العهود، خاصة في عهد كميل شمعون، حيث اختار الحلف غير العربي، حلف الأمريكي، حلف أيزنهاور، وتسبب بثورة 58، وفي النهاية تخلى عن الحكم. التدخل الخارجي أيضا يصيب الوحدة
في الدولة، يصيب وحدة الدولة، حيث أن كل وزير، كل سياسي، كل مسؤول في الدولة يتلقى أوامر من الخارج. التدخل الخارجي باختصار هو واضح عين الشمس، وخاصة في كلمة غسان الطويني الصحافي المشهور الذي قال: حرب الأهلية في لبنان هي حرب الآخرين على أرضنا. حرب الفلسطينيين عندما أتوا ودخلوا في أحلاف مع اليساريين اللبنانيين، حرب السوريين الذين دخلوا إلى لبنان لكي يمسكوا بالورقة اللبنانية انتظارا لمؤتمر السلام العالمي جنيف كحلفاء للاتحاد السوفيتي في مواجهة أمريكا، هذه بعض النقاط التي يعاني منها لبنان. أتكلم عن عهد بشار الخوري. أولا، عهد بشار الخوري بدأ محاولا التملص حتى النهاية من السيطرة الفرنسية على الصعيد الداخلي والخارجي. على الصعيد الداخلي ماذا فعل؟ على الصعيد الداخلي كل المسؤولين في الدولة الذين كانوا ينتمون إلى النفوذ الفرنسي تم استبدالهم، وعزلوا إميل إدي وأرادوا أن يحاكموه، لأن إميل إدي كان ينفذ سياسة فرنسا في لبنان. عمل جيشا، الفوج الأول من الجيش كان فوج القناصة، أيضا ليتخلى عن الأمن الفرنسي. عربيا ذهبوا إلى الجامعة العربية وكانوا من مؤسسيها، وتمكنوا من انتزاع قرارات الجامعة العربية تثبت استقلال لبنان. مثلا قرار أن قرارات الجامعة العربية ملزمة لمن يقبلها وغير ملزمة لمن لا يقبلها. ثانيا، ترك حرية التصرف لكل دولة عربية في سياستها الخارجية. ثالثا، التمثيل في الجامعة يكون على قاعدة المساواة مهما كانت الدول صغيرة. أيضا رسخوا استقلال لبنان دوليا، فانتزعوا من الأمم المتحدة، وهم بواسطة شارل مالك الذي كان من الذين كتبوا الشرع العالمي لحقوق الإنسان، انتزعوا قرارات تخلص لبنان من أيادي فرنسا. فكان قرارات مثلا مادة تمنع دولة عضو في الأمم المتحدة من السيطرة على أخرى، وفرنسا كانت عضو في الأمم المتحدة فمنعت من السيطرة على دول أخرى كلبنان مثلا. هذا من ناحية الحركة السياسية. أما داخليا فكان حكم بشار الخوري كان يسمى حكم السلطان سليم. السلطان سليم هو أخوه، أخ بشار الخوري، وكان يحتكر كل معظم الشركات، وكان متهم بالفساد، وكانت كل ما
تطلع مظاهرة في دار القمر، خاصة في جبل كمال جنبلاط. كان السلطان سليم يدعو أخوه لقمع الثورات والمظاهرات، فكان هناك فضائع عدة. فمثلا المعارضة قدمت مشروع طلب تعديل الدستور لناحية قوانين انتخاب مثل أمريكا وبريطانيا لتمثيل كافة فئات الشعب. ثانيا وضع قانون التوظيف الذي يراعي المؤهلات. ثالثا مطلب اللامركزية وتوزيع الصلاحيات. رابعا استقلال القضاء أي القضاة. اعترض بشار الخوري على الإصلاح واعتبرها وسيلة لزعزعة الحكومة، فقام في عام 1947 بتعديل الدستور لتمديد ولايته، وعارضه كمال جنبلاط. وكان هناك فضيحة تزوير الانتخابات لضمان مجيء مجلس جديد موالي لبشار الخوري. تأمن فوز 47 مقعد من أصل 55 فيه لبشار الخوري، فطالب الناس بإلغاء الانتخابات وإعادتها، فرفض بشار الخوري. وفي عام 1942 عدل الدستور للتمديد، ورفض المسيحيون الطامحون للرئاسة. في انتخابات حصل هناك انتخابات أخرى عام 1951، جعل بشار الخوري غير في المقاعد النيابية فجعلها 77 بدل من 55 لتفتيت المعارضة. وعملت انتخابات فاز فيها العهد ضد اللائحة الشعبية في بيروت، أما في الجبل فتراجع العهد أمام كمال جنبلاط. والتفت المعارضة حول كمال جنبلاط. وكان هناك في مهرجانات في دار القمر استقطبت مركزا سياسيا لكمال جنبلاط، رغم أن بشار الخوري كان حائزا على الأكثرية النيابية. وطالب كمال جنبلاط بتعديل الأحوال الشخصية ورفض تسديد فواتير الكهرباء لغلائها. واستقالت الحكومة وحصلت مظاهرات مؤيدة لكمال جنبلاط. استند أيضا كمال جنبلاط على سقوط النظام المصري تحت قبضة الضباط الأحرار. وأيضا قال كمال جنبلاط يومها: هناك فساد وهناك إصلاح، يجب أن نهدم لكي نبني. هذا من ناحية كمال جنبلاط وبشار الخوري. حاول رئيس الوزراء أخذ مزيد من الصلاحيات لمحاربة الفساد، فلم يقبل بشار الخوري، فتدخل الجيش وعزل بشار الخوري. إذن وهذا يثبت أن الرئيس كان متحكما، لم يكن ديمقراطيا، والاستقلال لم يكن يحمل معنى الإصلاح والديمقراطية. ونصل إلى عهد كميل شمعون. كميل شمعون اتسم عهده بالتدخل الخارجي، وليس بالتدخل الخارجي بل بالانضمام لأحلاف خارجية، وأيضا بالتحكم بالساحة الداخلية. فماذا فعل على الصعيد الداخلي شمعون؟ في حكومته الأولى تجاهل الإصلاح أيضا، وأيضا شكل حكومة غير برلمانية، وجعل المجلس النيابي من 77 إلى 44 عضو، وقسم لبنان إلى دوائر انتخابية صغيرة، 44 تنتخب نائب واحد و11 دائرة تنتخب نائبين. آه
وفي حكومة ثانية، الحكومة الأولى برئاسة خالد شاب، الحكومة الثانية سامي الصلح أيضا شكلها دون المعارضة. على الصعيد الاقتصادي نجح، لماذا؟ لأنه استغل الأزمات العربية على عهد عبد الناصر. مثلا مقاطعة الدول العربية لإسرائيل كانت بيروت ممر للنفط الخليج، وساعد على ازدهار اليد العاملة اللبنانية. إقفال قناة السويس تم على عهدي، فاستفادت المرافق اللبنانية وعمل السرية المصرفية، فتدفقت الأموال إلى لبنان. رافق ذلك ضغط شعبي ضد كميل شمعون. لماذا؟ لأن عبد الناصر قوية في أيضا في ذلك الحين، خاصة في مؤتمر باندونغ لعدم الانحياز، وتحالف معه مع عبد الناصر كمال جنبلاط، ووزع عبد الناصر السلاح على الأقطار العربية ضد حلف بغداد، فاعترض المسيحيون وتحالف جنبلاط مع الكتائب والقومي. ثم أتى تأميم قناة السويس ودخلت إسرائيل سيناء، وحصل العدوان الثلاثي، فصار هناك تضامن عربي، وطالب شمعون بقطع العلاقات مع فرنسا وبريطانيا. ورغم أن كميل شمعون قال أن تأميم قناة السويس حق مصري، ولكنه رفض قطع العلاقات مع بريطانيا وفرنسا، وانضم لمبدأ أيزنهاور. مبدأ أيزنهاور هو مبدأ لسد الفراغ في المنطقة من ليبيا إلى باكستان وتركيا والحبشة والجزيرة العربية. أخذ أيزنهاور صلاحيات من الكونغرس للتدخل عسكريا لمحاربة الشيوعية عام 57، ورفض المشروع مصر وسوريا، وأيده لبنان ما عدا شمعون، وحاول شمعون التجديد بمساندة أمريكا، فنعتته الدول العربية بصنيعة الغرب وصنيعة نور السعيد والملك حسين ضد مصالح الأمة العربية. فظهر تناحر مسلم مسيحي في لبنان، ولكن أمريكا تخلت عنه في النهاية، تخلت عن كميل شمعون. ولكن قبل ذلك عمل انتخابات حزيران 57، وكان فيها تزوير، ورفع شمعون عدد النواب من 44 إلى 66 نائب، وأعاد تقسيم الدوائر، ونظمت جبهة الاتحاد الوطني المعارضة لشمعون مظاهرات، صار فيها مجزرة في بلدة مزيارة، ولكن خسرت المعارضة الانتخابات، وسقط كمال جنبلاط وصائب سلام، وعاد كميل شمعون مع أكثرية نيابية، لكن كمال جنبلاط عاد إلى طلب المساعدة من عبد الناصر، وقال لعبد الناصر في دمشق: كلنا في المساواة إسلام، وفي الأخوة والمحبة نصارى. وعقدت مؤتمرات للمعارضة ضد شمعون، خاصة في بيت الدين، وهاجم المتظاهرون مبنى الجمارك والأمن، وأنشأ كمال جنبلاط إدارة الشوف مع مسيحيين، ووقعت طرابلس وعكار والبقاع بأيدي الثوار، وفي التبانة والبقاع حدثت مواجهات مع السياسيين المواليين لشمعون. شكل كمال جنبلاط القوات الشعبية ابتداء من علي حتى دير القمر،
قدم شمعون شكوى ضد سوريا في مشاركتها الاحتجاجات والهجمات إلى مجلس الأمن، فأرسل مجلس الأمن قوات دولية، وعارض رئيس مجلس الأمن داغ هامرشولد تصرفات شمعون، واحترم البعض واقترح البعض إقالة سامي الصلح وتعيين فؤاد شهاب قائد الجيش رئيسا، فرفض جنبلاط بقاء شمعون. فتم في 1952 إنزال المارينز في لبنان، وصار هناك ثورة 52 وانقلاب عسكري أطاح نور السعيد، وتم إنزال أمريكي في الأوزاعي، وتنازل الأمريكيون عن كميل شمعون لاستتباب الأمن، وتفاوض الأمريكيون مع المعارضة لإزالة شمعون، وحاولوا الاتفاق على شخص اسمه يوسف حتي، لكن جنبلاط قال إن فؤاد شهاب يجب أن يكون رئيسا، ولكن بعد الانسحاب الأمريكي، والقاهرة أيدت ذلك، وهكذا أتى فؤاد شهاب كرئيس توفيقي بين العرب والأمريكيين، واجتمع مع عبد الناصر في خيمة على الحدود اللبنانية السورية، وكان عهده على الحياد، أي لم يدخل في صراعات خارجية. وعلى الصعيد الداخلي، كل الأقطاب السياسية الطائفية في لبنان أولا عمل حكومة دونها ففشلت، فأعطوا له نصيحة أنه بدل أن يكون الصراع عسكري وأمني لهذه الأقطاب خارج الحكومة، فلتعمل حكومة فيها كل هذه الأقطاب السياسيين وليتخاصموا سياسيا وديمقراطيا. وكان له تقديمات مهمة من ناحية إنشاء الجامعة اللبنانية، وإنشاء دائرة الجمارك، والمؤسسات اجتماعية ومالية وخيرية. وأيضا على عهده جاءت بعثة تسمى بعثة إرفد فرنسية، وقالت لفؤاد شهاب إن 5% من اللبنانيين يملكون كل الثروات، و 5% من الطبقة العامة اللبنانية هم من الطبقة الوسطى، والباقي من الفقراء. فعمد إلى إيجاد إصلاحات كثيرة.